ويسعد لي صباحكم مستمعينا، ان شاء الله يا رب تكونوا دائما بألف خير. لكي ورنات لليوم ابتدى معكم غالية من وراء المايك، فادي قروشان على الإخراج، بحييكم. طبعا حاليا صرنا لايف بث مباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحة نينر اف ام. كل يلي حابب ينضم لنا بتنورونا اكيد. شكر خاص لمجد منصور يلي مرافقنا على اللايف. بغض النظر انه القمر لسه متواجد معنا ببرج هوائي ببرج الجوزاء، ولكن اليوم بدي احكي كمان عن موضوع كتير هام اجلناه كم يوم بس لانه كان فيه هيك تسارع شوي بحركة الكواكب. رح احكي عن تواجد المريخ ببرج القوس. طبعا المريخ من ايام دخل القوس رح يبقى فيه على فكرة طيلة شهر القادم، يعني آخر شهر بالعام كانون الأول 2023 رح يكون المريخ متواجد بهذا الموقع كل الشهر. لهيك يعني بيستاهل نحكي عنه لأنه المريخ كوكب لا يستهان فيه، ودائما هو يعني لاعب كتير أساسي بيكون بحركة الفلك وبالتأثيرات الناتجة عنه. رح نحكيهم بالترتيب من الحمل إلى الحوت. اليوم ما في الأكثر حظ والأقل حظ، قلت لكم مين هن المواليد الأكثر حظا لليوم. وخلونا نبدأ. أولا المريخ بتعرفوا كلياتكم أنه هو كوكب حرب، حرب بالمعنى المجازي يعني وبالمعنى الواقعي الحقيقة. كوكب يعني ناري ومتواجد ببرج ناري. بس الحلو بالموضوع بهي القصة لو كان المريخ بالحمل كانت كتير كان في مشاكل رح تكون أكتر من الحقيقة يعني. بس بما أنه بالقوس يعني رغم أنه المريخ دائما بيعطي اندفاع وبيعطي تسرع وبيعطي أحيانا تهور بالقرارات وبيخلينا هيك نشوف الأمور أكتر من حجمها، حتى بتوقعاتنا بتكون أعلى من الواقع، يعني سقف التوقعات دائما بأي أمر بيكون عالي. الحقيقة سبب أنه تواجده بهذا الموقع موجود بالقوس، القوس هو يعني مركز التفاؤل بالزودياك، وطبعا تعرفوا كلياتكم القوس يحكمه كوكب المشتري كوكب الحظ، فلهيك يعني بيخلينا شوي نتفائل زيادة. فأي إجراء بدنا نعمله أي قرارات كتير ندرس إمكانياتنا منيح وكتير ندرس الواقع منيح وما نحط تصورات أعلى من الحقيقة أو ما نعطي لنفسنا إمكانيات أكتر مما بنقدر إذا كنا بدنا نتولى أي مهمة أو بدنا نتخذ أي إجراء أو أي قرار. يعني ما نبالغ شوي بالتفاؤل، نكون أكثر واقعية وقرب من الواقع. فالمريخ بهذا الموقع ما في شك انه ما بيلغي انه هو مريخ وما بيلغي انه هو متواجد يعني بمنطقة بيحكمها عنصر النار، يعني هذا بدنا نحطه بعين الاعتبار. ولكن انا بشوفه افضل من ما وقت كان بالعقرب الحقيقة، لانه المريخ كان بالعقرب بالمنزل الثامن، كان يعني هي فترة الحقيقة كانت كتير صعبة وكلياتنا عشنا أحداثها على المستوى العام. من دخوله للعقرب كان في نسبة موت كبيرة وعالية، كلياتنا بنعرف هذا الشيء واللي صار. الحقيقة هلا الأمور أخف بكتير رح تكون. نبدأ مع أول المواليد وصباح الخير لمولود الحمل. هلأ بس بدي أذكر أنه المريخ دخل القوس بتاريخ 24 الشهر، نحن اليوم 28 يعني من 4 أيام، ورح يبقى لأول أسبوع بالعام القادم 2024، فهي فترة مانا قصيرة أبدا، يعني فترة تعتبر. هو عادة المريخ بيقعد بكل برج تقريبا هي 50 يوم 52 يوم حسب يعني طبعا حركته. طيب بالنسبة لمولود الحمل أنا بشوف اليوم الأمور جيدة بالنسبة له، نشاطه وتواصله مع الآخرين
لا بأس فيه، رغم أنه كلنا بدنا نهدي، لأنه لسه قمر الجوزاء واكتماله اللي حدث امبارح شوي عم يعطي كمان نوع من التسرع الكلامي. يا جماعة الكلام، حافظوا على الأسرار، حافظوا على أخباركم، لا تحكوا شيء سابق لأوانه. يعني بس الأمور بالنسبة لمولود الحمل اليوم جيدة، بس يعني إنه الكل يحتفظوا بأسرارهم بهذا الوقت، لأنه في زلات لسان كتيرة ممكن تكون. هلأ تواجد المريخ مولود الحمل بموقع مناسب لإلك طبعا بيعطيك اندفاع وبيعطيك تسرع شوي. بدك تنتبه بحركتك، تنقلاتك، تنتبه على آلياتك، سيارتك، من أعطال مثلا ممكن تكون العلاقات الجديدة يلي رح تبلش معها أو رح تبلش تدخل فيها، سواء كان علاقات عملية أو ربما علاقات خارجية. وعلى الأغلب مواليد الحمل بتنشط الأمور الخارجية عندهم كتير، مواضيع السفر، التعامل مع الغرباء بهي الفترة بيكتر، فبدنا نكون حذرين شوي يعني أمام الأشخاص الجدد أو العلاقات الجديدة. ما هيك نفتح ورقنا كلها دفعة واحدة. حتى مواليد الحمل ممكن يكون عندهم بعض الشؤون القانونية أو الإدارية بهي الفترة، ممكن تكون نتيجة مخالفات أو أخطاء ممكن تكون على صعيد أوراق. ننتقل لمواليد الثور. مولود الثور اليوم مشغول بقضايا مالية، وقلنا أنه اكتمال الأمر بالجوزاء يخص شأن مالي بحياته أو وضع مالي أو تسوية معينة، وممكن موضوع مالي قضية كانت عالقة بتنتهي بهي الفترة ويتخذ فيها بعض القرارات. بس بكل الأحوال انتبه لمصاريفك بهذا اليوم، وانتبه شوي لأمورك الصحية. يعني حتى المريخ بالنسبة لمولود الثور بموقع يثير بعض الخلافات المالية، يعني اللي ممكن تكون متعلقة بالآخرين، يعني إذا موضوع ديون، التزامات، حقوق، أمور بتخص شراكات مالية، حتى المال يلي بيخص الشريك مثلا، ضمانات، أمور بنكية، هي كله بده ينتبه مولود الثور عليها. يعني بدك تحاول توصل لتسويات بدون خلافات بهي الفترة. في حلول أكيد، ولكن ممكن كتير يرافقها هيك بعض التسرع. فكل شيء بدك تعمله على صعيد المال مولود الثور حاول يكون موثق، وحاول يكون نظامي وقانوني، ما يكون في شيء هيك يعني شفهي أو هيك مجرد كلام. وبدك تنتبه شوي للأمور الصحية، لأنه ممكن كتير مواليد الثور إذا عندهم مشكلة صحية معينة يزوروا طبيب مثلا أو يبدأوا بعلاج أو يغيروا علاج بهذا. إلا مواليد الجوزاء، مواليد الجوزاء القمر متواجد عندهم أكيد، يعني أكيد طاقة وأكيد حماس وكل القصص، رغم أنه اكتماله شوي هيك بتعب شوي، بس لا يعني إيجابياته أكتر. هلأ ممكن كتير، يعني نحن حكينا عن اكتمال القمر أنه ممكن كتير بالنسبة لمواليد الجوزاء يكون في عندهم قضية عالقة بتخلص، موضوع مهني مثلا، موضوع عاطفي، يعني بيتخذوا القرار المناسب. ولكن وجود المريخ بهذا الموقع مولود الجوزاء كثير بدك تنتبه له، لأنه الموقع غير ملائم لإلك. ممكن كثير يكون في عداوات واضحة ومكشوفة خلال الشهر القادم، سواء كان بمحيط العمل، سواء بمحيطك العام، أمور قانونية، حاول أنه ما يكون في تلاعب على القانون، ما تكون كثير أمورك نظامية، ما يكون في مخالفات بهي الفترة نتيجة تسرع أو نتيجة كلام. يعني حتى السمعة ننتبه عليها شوي بهذا الوقت. العلاقات مع الشركاء المهنيين الزوجيين ممكن يكون في حدة بالنقاشات شوي، خاصة مواليد الجوزاء اللي عندهم تغييرات، ونحن قلنا أنه هذا شهر الحسم بالنسبة لمواليد الجوزاء. على فكرة شهر الحسم بالنسبة لكثير من المواليد آخر شهر بالعام، يعني فجوزاء يمكن أكثر المعنيين نتيجة تواجد كواكب ببرج القوس. لهيك انتبه للأمور القانونية، انتبه لقراراتك
المصيرية، سواء بارتباطات جديدة بالعمل أو بالحياة أو بالنسبة للانفصالات عن التزامات معينة. طبعا مولود السرطان، يسعد لي اوقاتك. يمكن اكثر المتاثرين مولود السرطان الحقيقه، لانه اليوم القمر بموقع معاكس، اضافه انه المريخ كمان المتواجد بالقوس، القمر بالجوزاء، مريخ بالقوس، تربيع يعني ما كثير مريح لمولود السرطان. اول شيء اهتم بالامور الصحيه، اول شيء بصحتك النفسيه وصحتك الجسديه، وكون متحفظ جدا. انا ما بدي اوصيك مولود السرطان، انت اصلا شخص سري وشخص اصلا بطبيعتك متحفظ الا امام الناس اللي بتثق فيهم، فاليوم ما في داعي لاعلان مواقف، ما في داعي لاعلان اسرار، ما تحكي عن اخبارك، ما تحكي عن مخططاتك، حاول كتير تكون متحفظ، لانه اليوم في شكوك شوي بالاجواء، او ممكن تشعر انه في نوع من المؤامرات. هذا احساسك، هي معنا بهالضخامه، بس احساسك انه في اعداء، يعني ممكن ما عم يتصرفوا معك بطريقه صحيحه، او اشخاص يمكن تهتز ثقتك فيهم بهذا اليوم نتيجة مماطلة، نتيجة تسويف معين لبعض الأمور. يعني بدك تكون أهم شيء محافظ جيد على أسرارك وعلى تحركاتك. طبعا المريخ يعني بيحكي بجانبين، بتواجده ببرج القوس بالنسبة لمواليد السرطان، الجانب الصحي أول شيء بدنا ننتبه له، حتى لو كان إرهاق يعني نحاول نكون أكثر تنظيم لغذائنا، لأوقات النوم، لأوقات الراحة، يعني ما نستهتر. تاني شيء الأمور العملية، لأنه فيها كتير تراكم وفيها كتير مسؤوليات وواجبات، فممكن المريخ يخلينا نستعجل شوي، يعني نستعجل بأشياء نضطر نعيدها، يكون فيها بعض الأخطاء، فانتبه. ننتقل لمواليد الأسد، يسعد لي أوقاتكم مواليد الأسد. هلأ اليوم الحظوظ جيدة نتيجة تواجد القمر ببرج الجوزاء، وخاصة على صعيدك الاجتماعي حتلتقي بأشخاص يمكن من مدة ما شفتهم، ممكن يكون عندك تعارف، وجوه جديدة، سفر للبعض من مواليد الأسد، تنقلات كتيرة، أجواء اجتماعية لطيفة، يعني أنا بشوفها في صداقات عم تنشط بهذا الوقت. هلأ بالنسبة للمريخ، المريخ متواجد بمكان حلو، ولكن المريخ قلنا هو كوكب السرعة والاندفاع، بدك تنتبه على ناحيتين مولود الأسد. أولا الناحية العاطفية ما نتسرع فيها، دخول علاقات جديدة، اتخاذ قرارات بالشأن العاطفي، نطول بالنا شوي، ما نكون متسرعين. والأمور المالية أيضا، يعني كمان يعني المريخ بيخليك حابب تتسلى، حابب تروح مع رفقاتك مثلا، تجتمع بأشخاص كثير، تستقبل أشخاص، تزور، يعني هالحركة هي تتطلب إنفاق، فممكن هذا الشيء يهز ميزانيتك بهذا الوقت، فانتبه، انتبه من الاندفاعات المالية وأيضا العاطفية. ننتقل لمواليد العذراء، مواليد العذراء يعني اليوم من الأيام يلي ممكن يسعد لي صباحك حيدر سلطان، معنا بالكنترول أكيد. أنا ما بعرف ليش أنت سعيد كل هالقد اليوم، بس ما عندك خيار تاني. هلا اليوم شوي شوي اليوم مواليد العذراء هيك تحت الضغط شغالين، يعني في ضغوط، في امور عم تنطلب منهم عم بيعملوها رغما عنهم، في شغلات عم بتصير ما كتير لهم خيارات فيها، ولكن بدكم تتحملوها. معلش مواليد العذراء اليوم شوي في شيء على المستوى المهني، سواء بالعلاقات او ربما بالتفاصيل العمليه او بعلاقاتك العمليه، بده حرص وانتباه. طيب هلأ أهم شيء مواليد العذراء، تواجد المريخ ببرج القوس بالنسبة لك، يعني الحذر ثم الحذر من أي قرار عائلي بدك تاخده بهالفترة، يعني درسه منيح. أنا ما عم قلك ما تاخد قرارات،
بس ادرسها. إذا عندك انتقال، إذا عندك بيع أو شراء عقار، إذا عندك تغيير إقامي، إذا عندك سفر، البعض مواليد العذراء ممكن يكون عندهم سفر، إذا عندك قرار بارتباط أو انفصال كمان ديروا بالكم. العلاقات الرسمية، هذا بيت العلاقات الرسمية وليس العلاقات العاطفية، زواج أنا عم بحكي، يعني ارتباط بزواج أو انفصال عن علاقة رسمية سواء خطبة أو حتى زواج. العلاقات العائلية كمان ممكن تشكو بهي الفترة هيك من شوية توترات، معارضات بواجهها ببعض القرارات، بده يتخذ مولود العذراء، ممكن العائلة تكون ضد هاي القرارات أو هيك يكون في نقاشات ساخنة شوي. حتى ممكن البعض من مواليد العذراء يكون عندهم بعض الأعطال، بدكم تنتبهوا، أعطال بالبيت، يعني نواحي معينة بدكم تنشغلوا فيها، أو ربما أمور متعلقة بالصحة. مواليد الميزان يسعد لي اوقاتكم. هلا كثير يعني تواجد القمر بالجوزاء بالنسبه لكم حلو بالتاكيد، يعني ممكن كثير يكون عندكم تواصل خارجي كثيف بهذا الوقت، اتصالات، شغل على الانترنت، تعامل مع اشخاص بعاد عنك، هذا كله وارد. بس اليوم بالنسبه لمولود الميزان انا بشوفه يوم جيد عموما، ممكن كتير تكون محبوب، مؤثر على الآخرين، مقنع بأفكارك، يعني إذا عم تطرح أمور وممكن عم تفكر ببدايات جديدة وهذا الأهم. هلأ تواجد المريخ ببرج القوس بالنسبة لك مو سيء أبدا، الموقع مناسب، ولو أنه المريخ دائما منقول احذروا 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 من موضوع المريخ، أنت بالنسبة لك مولود الميزان بدك تحذر أول شيء من أي نوع من أنواع المخالفات. ممكن تكون مخالفات مرورية، يعني توقف وقفة غلط بسيارتك مثلا، تصف صف غلط مثلا، يكون في مشكلة مع شرطي مرور مثلا، يعني كل ما له علاقة بالسيارات، إذا بدك تبيع، إذا بدك تبدل سيارتك، إذا بدك تصلح سيارتك، يعني هاي القصص انتبه، لأنه ممكن تشتري مثلا بسعر ما يكون مغري، ممكن الآلية ما تكون فاحصة بشكل جيد، يعني المواضيع المتعلقة بالآليات، بالسفريات، بالتنقلات تكون كتير مرتب أمورك. أيضا الآلات الإلكترونية، يعني إذا مثلا موبايل انتبه أنه يكون في مثلا يوقع منك أو يضيع منك، هالقصص كلها بدك تحاول كتير تكون حريص عليها. تواصلك مع الإخوة، تواصلك مع العائلة بده يكون بلهجة لطيفة بدون يعني حدة، وخاصة أنه في مواضيع بتظهر العلاقة بالأقارب بهي الفترة، العلاقة بالأخوة بالأخوات بالعموم بالخالات، الناس يعني العائلة غير الأم والأب يعني، فكمان بدك تكون حريص. إلا مواليد العقرب، المريخ هو كوكبك الحاكم أنت ومولود الحمل، يعني أنتو كتير بيأثر عليكم موقع المريخ، بالنسبة لكم تأثيراته بتكون قوية ومباشرة، وكل مواضيع العقرب بهذا الشهر القادم، يعني لأنه المريخ كل الوقت متواجد هون، العلاقة بأموره المالية، فأديه بدي حذرك من أخطاء، أديه بدي حذرك من تسرع، من تصرفات، من إجراءات مالية ممكن تكون شوي عشوائية، تكون متسرعة غير منضبطة، مصاريف، نفقات ما لا داعي. ما أنت إيمت بدك تحس بهذا الشيء؟ بعد ما بيطلع المريخ بتفكر هيك، بتقول أنا ليش جبت هالشغلة، ليش اشتريتها، ليش دفعت هون هيك، ليش تسرعت بهي القصة؟ فالمريخ بيعمل تسرع بالشأن المالي عند مولود العقرب، فإذا عندك أمور مهمة يعني بيع وشراء وهالقصص كتير كون حريص على قراراتك. حتى الأمور العالقة مع الآخرين، يعني إذا في مال مشترك بينك وبين حدا، أمور العلاقة بشراكة معينة، بإرث مثلا، بحقوق، بدين إلك أو عليك، يعني هاي التفاصيل كلها تثار بهذا الوقت.
مواليد القوس أكثر يعني أكثر، خليني أقول ما بدي أقول أكثر المتوترين بقدر ما هن أكثر الأبراج حسما بهذا الوقت. الحقيقة القمر متواجد بمنزلك السابع، المريخ بمنزلك الأول، يعني قطع علاقات فوري. انتبهوا مواليد القوس، انتبهوا من هالنوع من القرارات، علاقات عمل، علاقات عاطفة، علاقات زواج، يعني في تسرع باتخاذ بعض القرارات وحسمها على أي صعيد، يعني أي نوع من الالتزامات والارتباطات. كتير بده ينتبه لمولود القوس بهي الفترة. مولود الجدي، يسعد لي اوقاتك. كمان انت من المواليد المتاثرين، هلا على الاقل اليوم شوي صحيا عندك وضع مانو كتير مريح. طبعا كل حدا من مواليد الجدي بناحيه، بس كلهم اكيد على المستوى الصحي مانن مرتاحين اكيد، يعني وبنفس الوقت مطالبين بمسؤوليات ومهام كتيره، وممكن يكون في بعض الطوارئ بدك تكون مستعد لها. هلا حاول هيك تظبط برنامج، لا تكثف كتير الاعباء عليك بوقت واحد وتعتقد انه انت حتقدر تنهيها او تنجزها على خير ما يرام. خلي الامور الضروريه هي يلي يعني تبذل فيها طاقتك وجهودك. هلا المريخ بهذا الموقع مانو كتير سار الحقيقه لمواليد الجدي، كنت انتبهوا على اموركم، على اسراركم، في شيء هيك ممكن يحاك بالخفاء، يعني بتكون تكونوا كتير واعيين، أقاويل ممكن، معلومات مغلوطة، أقوال تنسب لإلك مولود الجدي وأنت مالك حاكيها مثلا، يعني بدك تنتبه. حتى بده ينتبهوا مولود الجدي، يعني هالشهر ما رح يمر الصراحة على مولود الجدي بدون خسارة، يعني قد ما كان حجمها ممكن تكون كتير قليلة، مو بدعي الخسارة تكون عنوان كبير، بس في خسارة يعني إما مالية إما مهنية إما شخصية، يعني حاول إنه تكون منتبه. إما صحية، إلنا الصحة كتير بدها اهتمام بهذا الوقت. بالنسبة لمواليد الدلو يوم حلو بالنسبة لكم، فيه قرارات عاطفية أو نقاشات يعني لترتيب شأن عاطفي بحياتك أو علاقة يمكن، أو وضع مهني أو وضع بخص أحد الأولاد، هذا الشيء ذكرناه أكيد. بده ينتبه مولود الدلو خلال فترة تواجد المريخ ببرج القوس على علاقاته، صداقاته تحديدا، لأنه كتير ممكن أنه يغرب الأشخاص من حياته بهذا الوقت. صداقات ما أثبتت كفاءة، في ابتعاد، في ممكن يكون مشكلة أو تجربة مع أحد الأصدقاء بهاي الفترة، ممكن يكون في أخطاء بأمور العلاقة بسفر، بدك تنتبه على أوراقك بشكل منيح. العلاقات الجديدة مولود الدلو، يعني حاول تكون حذر منها، أو الوعود يلي عم تنعطى بهذا الوقت ممكن ما كتير تكون حقيقية. إضافة إنه بده ينتبه شوي على الصعيد المالي، يعني معلش من الآخر تبخلن شوي بهالفترة. أخيرا إلى مولود الحوت، اليوم شوي تقيل على مولود الحوت، في ظروف بتخص وضع عائلي عم بتتم النقاشات، عم يكون في هيك شوي يعني مناوشات أو إشكالات مع أفراد العائلة، وجهة نظرك بتختلف عن وجهة نظرهم، ما عم تقدر كتير توصل يعني أفكارك بطريقة لطيفة أو صحيحة. خليني أقول المريخ واقف بالمرصاد أكيد، ومتواجد بموقع يعني بمسك مباشرة مولود الحوت، وبمس موضوع السمعة. السمعة يعني إن شاء الله تكون سمعتك دائما حلوة، بس في أقاويل بهي الفترة أو في ناس بيطلقوا بعض ما بدي أقول الإشاعات، يعني إذا في خطأ أنت ارتكبته أو تصرف ما كتير كان حكيم أو ناضج، فممكن ينحكى فيه كتير بهذا الوقت ويسلط الضوء عليه. يعني أي غلط بهي الفترة
سواء مع أشخاص أو بأدائك أو بوضعك العام يسلط عليه الضوء ممكن وما يمر مرور الكرام. فكتير بدك تنتبه، بدك تنتبه أيضا على فرص مهنية ما تكون فيها تسرع، في سفر عند مواليد الحوت أو تغيير مكان كمان تكون تكونوا دارسين هذا القرار بشكل منيح. إضافة إنه العلاقة مع الأشخاص يلي أعلى منك بالعمر أو بالمرتبة، يعني مديرك بالعمل، أهلك بالبيت، الأشخاص يلي عندهم خبرة أكتر، يعني حاول إنه تستشيرهم وما ترفع تحديات أو تعاندهم بهذا الوقت. مستمعينا هيك بنكون بسرعة حكينا لكم عن أخباركم لليوم ووضعكم. أكيد بكرة الحظوظ مختلفة للجميع، وحكينا عن تأثيرات المريخ اللي رح يرافقنا بهيئة التأثيرات لمدة شهر كامل، يعني لتاريخ 4/21/24. الحمد لله ما في حركة تراجعية، هو ماشي بس يعني تقاطعاته مع زحل بالحوت ونبتون أيضا يلي رح يبلش يتقدم خلال الشهر القادم، يعني شوي مزعج بالنسبة لكتير من المواليد. وبرجع بركز على المواليد يلي بدهم يكونوا حريصين كتير، هن مواليد الحوت، مواليد العذراء، مواليد الجوزاء ومواليد الجدي أيضا، هدول شوي بدهم ينتبهوا خلال الشهر القادم.